This is a response video to any dumb person here in the West who thinks that Hamas does not apply Quran and Sharia. Islam is religion and state. It's not separate. It's Quran and Sharia which is applied by these Muslim terrorists. Here's an Arabic speaking Muslim who openly admits that Hamas applied chapter 4, ayah 24 of the Quran when they captured Jewish women to become their sex slaves. And this Muslim admits that he was giving away sweets on the streets to his fellow Muslim friends and neighbors to celebrate how jihadi terrorists invaded Israel, killing many innocent Jews, and took the women as booty or sex slaves using the Quran as their main guidance. Watch. <laughs> انا قلت لك صديقك من صدقك بدك اكذب عليك قلت لك والله وزعت كنافه فقط من من لانه بس سابوا النساء وانا هذا هذا, هذا أنا استنى بقى استنى يعني. النساء عملوا ايه يعني ازاي عملوا ايه في النساء بقى يعني انت انت سمعت ايه انا ما كنت إيه معه لكن شفت بام عيني انه سبوا نساء اليهوديات خدوهم بقى نكحوهم ولا عملوا ايه فيهم سيدي ايش بده هي سبيه ايش بده يعني ايه السبيه دي تبقى ايه يعني تبقى السبية. ملك يمين تبقى ملك يمين هذا هذا دين وعقيده يعني ما بنستحي آه. منها دين وعقيده آه. يعني دلوقتي دين وعقيده ازاي يعني سابوها يعملوا ايه بالسبيه سبيه سبأ سب يعني ايه سبأ اه قال لك ايش بيعملوا بالسبيه السبيه قد تبادل مم. قد تطلق منا وهي ملك يمين يعني اللي اللي سباها هو حر فيها هو هو سيدها مم. هذا هي عقيده انا بدك اكذب عليه ممكن يبيعها على يا شامي نعم. ممكن يبيعها يعني ممكن يبيعها مثلا يمكن مثل يبيعها, يبيعها بارخص الاسمان كمان بسوق النخاسة